اما اذا تعطرت المراه وخرجت ليشم رائحتها الرجال حتى لو كانت رايحه للمسجد فانها زانيه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يعني عليها اثم الزانيه وامرها النبي عليه الصلاه والسلام ان ترجع فتغتسل قال العلماء تغتسل الغسل الكامل قال العلماء تغسل بعض العلماء قال تغسل اثر الطيب والاول اظهر ولذلك الطيب ما في شيء للمراه الا في حاله واحده ما تتطيب لتخرج فيشم رائحتها الرجال تمر على الرجال في الشارع ولا في السوق ولا في أي مكان هذا هو الذي جاءت به النصوص الشرعية